نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه ازيك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيك. احمد. احمد كم سنه يا احمد؟ 30. مرتبط يا احمد؟ مرتبط. طيب النهارده حلقتنا حلقه مفتوحه يا ابو حميد، عايز تقول لي انا تحت امرك. انا باختصار كده، انا اتعرفت على بنت يعني، وكنت قعدت فتره طويله بحيث ان انا احاول اقرب لها واتعرف عليها، ويعني والحمد لله ربنا كرمني وتعرفت عليها. جميل. بس يعني دخل ما بيننا ناس بوظوا الدنيا خالص. الناس دي هي كانت السبب ان انا اقدر اتعرف عليها. يعني الناس اللي هم عن طريقهم اتعرفت بيها ايه على البنت، هم دول اللي دخلوا بوظوا لك كل حاجه. تمام. هي كانت بتشتغل جنبينا، فانا ما كنتش عارف ان انا اكلمها. هي ما شاء يعني هي بنت محترمه، فما كانش ينفع ان انا اكلمها بنفسي. فخليت مرات واحد صاحبي يكلمها، يعني مرات واحد صاحبي اللي كلمتها وتعرفت عليها، وحاولت ان هي تقرب الدنيا، والحمد لله ربنا تمم لي على خير وتعرفت عليها. وفي نفس الوقت يعني هي انسانه محترمه جدا وكل الصفات الحلوه فيها، وحبيتها وحبتني بسبب تاتش بسيط ما بيني وما بين اللي عرفتني عليها. يعني انت قفشت انت ومرات صاحبك ده على في اي مشكله كده صغيره، فقامت مبوظرك الدنيا. في هي راحت دخلت قالت لها كلام عني غير مظبوط فعلا، وكلام كله ما حصلش. فطبعا هي صدقت الكلام ده كله. طب وصاحبك فين في القصه دي؟ ما هو الخلاف كان ما بيني وما بين صاحبي، بس هي مراته حبت تبوظ الدنيا عليا. لان هي عارفه ان البنت دي دنيتي وحياتي وكل ما امن. حلو 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 يا ابو حميد. الخلاف كان على ايه؟ على شغل، على بيزنس، على ايه؟ ايه الموقف؟ لا هي خلافات شخصيه يعني، تطشات عاديه خالص. بس فعملت لي مشاكل جامده، راحت كلمتها قالت لها ان انا مش حد خالص غير اللي انا قلت لك عليه. قالت لها ان انا حد كويس وحد محترم والكلام ده. فقالت انا بخلص ضميري وبخلص ذمتي منك، هو ما فيش حاجه من الكلام ده، ده حد بتاع مشاكل، حد مش كده الكلام ده كله. وطبعا الكلام ده كله ما حصلش، والبنت ما شافتش مني غير كل خير. طب انت اتكلمت مع البنت وقلت لها لا ده ما حصلش والكلام ده مش صح، هو في حصل خلاف بيني وبينه؟ ما كلمتنيش كلمه. خدت الكلام منهم، ما كلمتنيش كلمه، لدرجه ان هي اكيد يعني هي اكيد متضايقه جدا، واكيد الدنيا بايظه. ودي حب يعني حبيتها حب غير عادي. انا قعدت سنه بتمناها ان انا اعرف اكلمها، سنه انا بجري وراها سنه. ايوه ايوه ايوه. بس انت النهارده انا حاسس كده من نبره صوتك انك في حاله لهفه وحاله رعب وحاله خوف وقلق وكده، صح؟ صح. طيب الحاله دي هتضرك مش هتفيدك؟ الحالة اللي انت فيها دي، الحالة النفسية اللي انت فيها دي والحالة المعنوية اللي انت فيها دي هتضرك مش هتفيدك. ليه؟ هتخليك مش عارف تتصرف، هتخليك لهفتك تبقى مدلوق عليها اكتر من اللازم، تحاول تبرر نفسك، تحاول تبرأ نفسك، تحاول، فيبان قد ايه انت فعلا غلطان. ان انت فعلا غلطان، اللي بيبرر نفسه قوي ده يبقى غلطان وبيحاول يداري على غلطه. فعشان كده بقول لك تعال نفرمل اللهفه دي شويه، لان مبدئيا حط في دماغك لو ليك فيها نصيب، لو نازل عليها 7 ستاير بتاعتك، لو مالكش فيها نصيب وقاعده جنبك على الكرسي وايدك في ايد ابوها والمنديل على ايديك وهتكتب الكتاب، المنديل هيطير يا معلم والدنيا هتبوظ. لان ربنا سبحانه وتعالى مدينا حق ان احنا نختار، ولكن هو برضه ليه تصرف في وقت معين بيبقى شايف حاجه غلط، من حبه لينا بيصلح الحاجه دي، حتى لو احنا تخيلنا ان التصليح ده اذيه لينا. تمام. فانت تهدى كده خالص وما تاخدش اي خطوه دلوقتي، سيب الموضوع ده بقى له قد ايه؟ يعني امبارح. حلو. اهدى بقى خالص، ما تقعدش تبعت مسدات وتليفونات وحكايات وروايات. يعني اقطع دراعي، انت عملت كل اللي ممكن يتعمل. ده انا طالع على الهوا دلوقتي، اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرها ثانيه. طيب تعالى بس واحدة واحدة. أنا سنة بتمناها ليل ونهار، سبت شغلي وقاعد عشان أشوفها قدام مني وهي طالعة المسجد تصلي. يعني أنا ساب شغلي وقاعد عشان خاطر أشوفها سنة تطلع المسجد 3 دقايق وبتنزل تصلي وتنزل. أنا ما أقدرش إن أنا ما كنتش أشوفها، أنا شغلي سبته، ما بقتش أقدر أشتغل إلا بالليل خالص بعد ما هي ما تخلص شغله وتروح. ينفع بقى كده؟ ينفع تبقى. أنا بحبها جدا. حلو جدا. بس في فرق بين الحب يا أبو حميد والهوس العاطفي. عوض ربنا ليا. ايوه يا بيه، عوض ربنا ليك، بس ده حاله هوس. اذا كنت انت بتعمل كده، امال اللي كان ربنا رزقه ببنت والبنت كبرت قدامه وحلوت ودخلت الجامعه وماتت فجاه يعمل ايه؟ يعني بنته
ضناه عوض ربنا ليه اللي رباها 20-19 سنة وماتت قدام عينيه، يعمل ايه؟ لازم نهدى ولازم تحط في دماغك ان حالة الهوس اللي انت عايش فيها دي انت مهووس بالبنت، فده هيطير البنت منك. اهدى. انا مش عارف اصالحها ازاي، مش عارف انا اقنعها ازاي ان انا صح وهم غلط. انا لازم اعتذر لها قدام الناس كلها، بس انا ما اعرفش ايه اللي حصل. ثانيه واحده، هي ما حكتليش حاجه. ثانيه واحده، تعتذر ليه؟ هل انت اخطات؟ لا، ان انا حطيتها في موقف ان هي ان الناس دي تتصل بيها ايا كان قالوا لها كده. يا فندم حضرتك ما اخطاتش، والناس اللي هم اتصلوا بيها دي هم اللي اتوددوا ليها وقربوا منها عشان يعرفوك عليها، فانت مالكش ذنب في اي حاجه. انت حصلت مشكله بمنتهى الكبرياء، بقى مع ان انا ضد الكبرياء ده، انت حصلت مشكله وبين صديق، بينك وبين صديقك خلاف خفيف كده وممكن تفسره وتشرحه، وبسبب المشكله دي زوجته اتهورت وجت قالت لك الكلام ده. عايزه تصدقيه؟ انت حره. مش عايزه تصدقيه وعندك استعداد تديني ودنك 5-6 دقايق تسمعيني احكي لك اللي حصل كله وانت تحكمي بعد كده، اهلا وسهلا. عايزاني على عيني وعلى راسي، مش عايزاني وقفشتي وخلاص، برضو على عيني وعلى راسي. انا ما بجبرش حد عليا، انا اللي يعزني اعزه، واللي يشني في عينيه اشيله في عينيا. انا كنت بحبك وعايزك وبجد رايدك وبجد عايز اقرب منك لاني بحبك، بس برضو في نفس الوقت ما اقدرش اهين كرامتي علشان انسان انا حبيتها. انا ممكن ادوس على قلبي بالجزمه ولا انيش اهين كرامتي، انما حاله الهوس العاطفي اللي انت فيها دي مع الاسف مش هتفيدك، لا دي هتضرك، هتخليك تجري وتتحايل وتبوس الايدين والرجلين ويتبان ان انت غلطان وبتحاول تداري على غلطك. فانت بما انك صاحب حق اتكلم وانت راسك مرفوعه ان في حد حاول يدخل ما بينكم يبوظ الدنيا يا بنت الناس، وانا بحبك وبحترمك ورايدك، انت شفتيني وعرفتيني، اعرفيني بقى اكتر. لو لقيتي فيا الصفات اللي هم قالوها دي، والله قولي لي يا ابن الناس انت ما تلزمنيش، وانا في الحاله دي هقولك على عيني وعلى راسي. انما من نفسك كده فجاه من كلمتين تسمعيهم، دي حاجه تزعلني وتضايقني انك حتى ما فكرتيش تثقي فيا او تفكري انا كده ولا مش كده.